هنبص نلاقي عندي من حاجات مهمة جدا بالنسبة لي في الريتير يا جماعة. أول حاجة عندي بنقول إن الكفر ده بعض الناس بتعتبره غطا عادي، هو مش غطا عادي، هو يعتبر ريليف فالف، ما هوش غطا عادي، ده ريليف فالف. مفروض إن أنا عندي في الغطا اللي عندي ده ريليف فالف عشان يخلي الضغط باستمرار في داخل الدايره بريشرايزد. ليه؟ قلنا لسببين، اول سبب انه بيرفع درجه حراره الغليان، الحاجه الثانيه بيعمل ريديوس او تقليل الكافيتيشن. طيب نيجي نبص على اللاينر، وقلنا حوالين اللاينر في جاكت ووتر، في من فوق لاينر باند، في من تحت انجن بلوك. هنا جسم الانجن بلوك وول، يعني بيفصل بينه وبين اللاينر، اللاينر سيل، ثلاثة لاينر سيل. طيب لو بصينا للصورة اللي قدامنا دي هنلاقي الاثنين لاينر عليهم اديتيفز، اللاينرز عليها اديتيفز. ده عليه ايه ال سي بضيفها له كل 12000 ساعة، والتاني عليه اس سبليمنت كولنت اديتيفز اللي هي بتنضاف كل 250 ساعة. تمام؟ طيب لو بصينا على اللي عندي ده هنلاقي عندي فيه جزء فيه كافيتيشن وجزء فيهوش كافيتيشن، يعني الاي ال سي افضل. طيب نبص عندي على الدايره بتاعتي بتاعه تبريد في المكنه دي، لو بصينا على دايره التبريد في المكنه اللي هي 3408 هاجي اقول لك ان الميه جايه لي من الريديتير، هتطلع الميه على الووتر بامب، وبعدين يدين البونت تتقسم جزء يطلع على الافتر كولر وجزء يروح للاويل كولر. بعد كده هيخش من الاويل كولر ومن الافتر كولر للانجن بلوك، ويطلع من الانجن بلوك يعدي يروح فين؟ على السلندر هيد، يبرد السلندر هيد، ويخش من السلندر هيد يطلع على الووتر مانيفولد. بعد كده من الووتر مانيفولد هيرجع على الباي باس. هلاقي الثرموستات اللي عندي الووتر ريجليتور دي ممكن تكون 87 ممكن تكون 92. تمام؟ وطول ما انا ما وصلتش للدرجه اللي عندي اللي هي 87 او ال 92، طول ما انا ما وصلتش للدرجه 87 او ال 92 انا برجع على الباي باس. اول ما اوصل للدرجه دي يقفل الباي باس ويطلع اتجاه الزيت من الووتر، اتجاه الميه سوري، يطلع اتجاه الميه من الووتر مانيفولد على طبعا الووتر مانيفولد. ماشي معايا اهو، ده شكل اتنين ووتر مانيفولد. تمام؟ بعد كده من الووتر مانيفولد هيروح داخل على مين؟ على الووتر ريجيليتور. يبقى عندي ووتر مانيفولد واتنين ووتر ريجيليتور. طيب الووتر ريجيليتور ده عندي الثرموستات، والله لو كانت 87 او 92 فهي كومبليت، يعني ايه؟ قافله، ما بتعديش ميه للريليتير، هي بتعديها بارشلي ولكن مش الفلوريت الكامل. تمام؟ فبتبقى هنا طول ما هي عندي اقل من 87 او 92 على حسب درجه الحراره المكتوبه على الثرموستات، فهي بتخلي الميه ترجع تروح فين؟ على الباي باس وتعمل سيركيوليتنج. طيب لما الميه توصل ل 87 او 92، او نقول لما الميه توصل للتمبريتشر درجه حراره الثرموستات، تبدا الثرموستات تفتح وتودي الميه فين؟ للريليتير. تمام؟ بقى اكمل الدايره بتاعتي واخد من الريليتير وارجع تاني على الايه؟ الووتر بام. ده عندي شكل الريليتير اللي المفروض ان هو يكون عندي مظبوط علشان المكنه دي ما تسخنش. من الحاجات اللي بتاثر عندي برضو البليد انجل، المفروض البليد انجل اللي عندي دي زاويه المروحه دي تخلي بالك وتبقى معلم المروحه وانت بتفكها، عشان ما تركبهاش مقلوبه، لان لو ركبت مقلوبه غيرت البليد انجل وبالتالي ممكن يكون السبب في ان المكنه تسخن. يعني لما اجي ابص على الريليتير بالشكل ده اعتقد ان هو ما ينفعش ان انا استخدمه للتبريد بتاعي. طيب هنيجي نبص عندي في بعض الحاجات المهمه قوي في دايره التبريد زي الشراودر. ده الكفر الخارجي على المروحه، وده معمول عشان ينعمل زي امبلر، ينعمل زي هاوزنج، واحول الامبلر للفانه دي احولها لامبلر لبامب، بحيث انها تقدر تجمع الهواء اللي هيجي يعدي من على المواسير بتاعه الريليتير،
او تضخ هواء على المواسير بتاعت الريتير فبتعمل لي هاوزنج. فايده الشودر بيعمل لي هاوزنج حوالين الفانل اللي عندي دي. طيب تعال نبص عندي دايره الميه في المكن الميكانيكا اللي احنا شفناها زي المكنه الثلاثه 408. طيب نفس النظام من المكنه الثلاثه 406 كان عندي ووتر بامب وبتاخد ميه من الريتير وبتطلع الميه في الاتجاهين الاثنين، واحد رايح الافتر كولر وواحد رايح الاويل كولر، بيعدي الميه تخش افتر كولر فيعدي عليها الهواء تبرده، ومع نهايه الافتر كولر الميه بتروح على البلوك الانجن بلوك. برده نفس الشيء الميه بتخش هنا تبرد لي الزيت في الاويل كولر وتطلع من الاويل كولر تخش على مين؟ على الايه؟ تخش لي الميه على الانجن بلوك. بعد كده بقى عندي ميه جايه من الافتر كولر وميه جايه من الاويل كولر الاثنين حوالين اللاينر، يتطلع لي الميه من حوالين اللاينر تطلع للسلندر هيد. طيب مع في كل سلندر هيد فيه مخرج للميه. طيب بجمع مانيفولد، خط مانيفولد بدخل عليه السته سلندر الرايت والسته سلندر الليفت مثلا لو كانت مكنه 3512 او الثمانيه والثمانيه، يبقى عندي اثنين مانيفولد كل مانيفولد بيخش عليه جنب من الجنبين بتوع المكنه يا اما الرايت يا اما الليفت. بعد كده بطلع من سلندر هيد اخش على المانيفولد. طيب يبقى انا دخلت هنا اثنين ووتر مانيفولد رايحين للريجيليتور اللي هي ظاهره قدامك في الصوره مثلا رقم 6، الريجيليتور رقم 6. طيب الريجيليتور اللي عندي ده الطبيعي بتاعه ايه؟ ان عليه درجه تمبريتشر دي بتاعته، يعني مثلا عندي ثيرموستات بيفتح عند 87 او ثيرموستات بيفتح عند 92. طيب بيفتح عند 87 او 92. طب تمام. طيب قبل ما يفتح كان بيعمل ايه؟ كان قافل الاتجاه اللي رايح للريتير. طب الميه بيوديها فين؟ بيوديها على الباي باس اللي راجع للبامب تاني. ليه؟ عشان يعمل لي سيركيوليتنج للميه تقوم المكنه تسخن على طول. طيب لما اوصل لدرجه حراره الثيرموستات اللي مكتوبه على الثيرموستات بتبدا الثيرموستات تقفل الباي باس وتفتح لي المسار اللي رايح لفين؟ اللي رايح للريتير. يبقى بتقفل الاتجاه بتاع الباي باس اللي رايح على الووتر بام وتفتح الاتجاه اللي رايح للريتير. الميه تخش في الريتير من الطب. وهنا هنتكلم بقى على طريقه التخزين بتاعه الميه اللي انا هامله ميه ازاي. لما من يعني معظم الاخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس ان السينيور اتعلمها غلط من السينيور اللي قبله وبعدين بيعلمها للي بعده واللي بعده بيعلمها للي. طيب هنيجي نبص ايه معظم الاخطاء اللي بنغلط فيها يا جماعه؟ انك انت تروح تملى الريليتير بتاع المكنه فانت عايز تخلص بسرعه، تقوم تجيب لي خرطوم بوصه ونص، طب ما في مشكله. لان انت المفروض ما تملاش معدل اكتر من 20 لتر على الدقيقه. يعني ايه؟ يعني ال 20 لتر على الدقيقه يعني تجيب خرطوم نص بوصه، طب ليه حطينا خرطوم نص بوصه؟ ما انا اجيب خرطوم بوصه ونص واخلص بسرعه، لا. علشان الميه لما تنزل في الزور بتاع الريليتير يبقى فيه يبقى فيه جاب بين بين الخرطوم اللي نازل بينزل ميه وبين الفتحه بتاعت ايه؟ الزور بتاع الريليتير. وهنا يبقى انا عندي مكان اطلع منه الهواء. يبقى انا بملى معدل 20 لتر دقيقة عشان اطلع الهواء من السيستم بتاعي. ليه؟ ما وجود الهواء في الميه بيعمل لي باد هيت ترانسفير. تمام؟ فانا عايز الهدف من الكولينج ان انا اعمل جود هيت ترانسفير. يبقى وجود الهواء لازم اتخلص منه عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا املى بمعدل لا يزيد عن 20 لتر على الدقيقة. طيب خلصنا من عملية الملء. نيجي نبص عندي الكاب لازم يبقى بريشرايزد. يعني ايه؟ هو عبارة عن زي الريليف فالف، هتلاقي فيه سبرينج وفيه خرم كده يطلع الهواء الزيادة. طيب هنا بقى لازم الضغط اللي عندي ده، هتلاقي بعض الكابات لما تقلبها تلاقي عليها مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها من 4 بي اس اي ل 7.5 بي اس اي. تمام؟ يعني هو لما توصل الضغط في الريليتير من 4.5 يبدا يفتح لو وصل لحد 7.5، فطبعا مجرد ما فتح عمل ريليز فالضغط ايه؟ بينزل. يبقى ده فايده الريليتير كفر كانه ريليف فالف. قلنا بملى ازاي؟ الاضافات واتكلمنا على الاضافات قبل كده، اذا كان تهديف سبمنمنت كولنت اديتيف بنسبه من 3 ل 6% عندي، او ان انا هضيف
ديزل انجن انتي فريزنج كولانت كل 30 او كل مثلا 30000 ساعه او 25000 ساعه، سوري كل 3000 ساعه او كل 3 سنين الديزل انجن انتي فريزنج كولانت، او ان انا هضيف اكستندد لايف كولانت، ده هضيف كل 12000 ساعه، واكستندر لايف كولانت كل 6000 ساعه، او اكستندد لايف انهابيتورز بتوع بومب باور، وده بضيفه بنسبه من 5 ل 10%، ويفضل انه يكون 7.5%. طيب هنيجي بقى للمكنه اللي هي قدامنا دي. المكنه دي اللي هي ال 3500، في نوعين اتنين من المكن ال 3500، يا اما ميكانيكال يا اما ايوي. والمكنه اذا كانت ميكانيكال لها نظام، واذا كانت ايوي لها نظام. طب لو كانت مكنه ميكانيكال، يبقى انا هاخد الميه تيجي من الريليتير تخش على الووتر بامب، وتطلع من الووتر بامب تخش لي فين؟ على الافتر كولر وعلى الاويل كولر. يبقى باجي في المنطقه ده اهي البونت، ادي البونت اهيت، تمام؟ هيطلع خط يروح الافتر كولر وخط يروح الاويل كولر. الاويل كولر هبرد الزيت، فالميه هتسخن تطلع تدفى كده تخش هنا على الايه؟ على الانجن بلوك. من فوق الميه هتطلع هنا وتخش على الافتر كولر وتنزل على الانجن بلوك. تحوط مين؟ تحوط اللاينرز اللي هم 12 لاينر، تمام؟ حوطتهم بالميه. طب ما هو اللاينر حاجز حواليه ميه اللي هي ما تطلعش على البلوك من فوق عشان فيه لاينر بان، وفي تحت ما تنزلش الميه على الزيت عشان فيه لاينر سيل، ثلاثه لاينر سيل. يبقى حوالين الاثنين اللاينر باند او البستر او اللاينر سيل في جاكيت ووتر، تمام؟ بيبرد اللاينر. بعد ما برد اللاينر وبرد البلوك بتطلع الميه ببرد السلندر هيد. بعد ما برد السلندر هيد الاقي عندي اثنين مانيفولد، اثنين ووتر مانيفولد اللي هم هنا اهم، هطلع من كل وش سلندر بوصله اوصلها على المانيفولد. يبقى عندي واحد مانيفولد رايت وواحد مانيفولد شمال، الاثنين هيتصلوا على الريجوليتور. الريجوليتور اللي عندي ده في حاله النورمال اوبريشن، فهو قافل لاتجاه الميه اللي رايح للريليتير، قافل اتجاه الميه اللي رايح للريليتير. امال بيودي الميه فين؟ بيرجعها على البايباس، وبالتالي المكنه تسخن بسرعه. طب لما اوصل لدرجه حراره الثرموستات تبدا الثرموستات تفتح معايا وتعدي الميه على الريليتير وتلف وتنزل. طيب قلنا طريقه الملو، املى معدل لا يزيد عن 20 لتر. في حاجه تانية لازم حضرتك تعملها، ما ينفعش انك تملى لحد نهايه الطب بتاع الايه الزور بتاع الريليتير. لازم تسيب لي في العلبه بتاعه الريليتير لفوق مسافه من بوصه لثلاث اربع بوصه. طب هسيبها ليه؟ علشان لو حصل وفي هواء يوم الكثافه بتاعه الميه اعلى، الميه تنزل والهواء يطلع فوق، يعمل لي اكوموليشن ويتراكم ويضغط على الكفر بتاع الريليتير ويفتح ويعمل ريليز، تمام؟ يبقى ده لازم اسيب مسافه من 3 4 بوصه لبوصه في العلبه بتاعه الريليتير اللي هي في الطوب. الحاجه الثانيه بالنسبه للريليتير، فرق درجات الحراره بين فوق وتحت تتراوح من 8 ل 12 درجه، تتراوح من 8 ل 12 درجه. ليه بنقول؟ انا بقول لك القيم دي علشان انا هحتاجها بعد كده. طيب تعالى في الترابل شوتنج، طب تعالى نبص على حاجه ثانيه. هنبص على المكنه اللي هي 3512 او 3516 الايو، سواء البي او السي. اولا هي دايره الميه بتاعتها هي نفس دايره الميه، بس فيها حاجه بقى، ان انا ما عنديش الميه اللي طالعه ده اهي رايحه على الافتر كولر. في بعض المكن بتلاقيه قافل هنا بلاجد، ما بتخشش ميه الافتر كولر، الماسوره موجوده بس ما فيش ميه بتخش. في بعض المكن بيروح فاتح الفتح هنا وينزل من هنا ينزل على البلوك، تمام؟ طيب الميه الاساسيه بتاعت، اولا احنا لو انت افتكرت الجزء النظري كنا في الاول بنقول انه بدا يطور في المكن ال 500 البي والسي، بدا يعمل له ريديتير منفصل لمين؟ للافتر كولر. يبقى انا عندي الميه في ريديتير هاخد منه ميه، الميه دي هتخش تبرد الزيت وتخش على البلوك وتخش من هنا على البلوك، والميه تحاوط مين؟ اللاينرز، وبعدين تطلع على السلندر هيد زي ما اتكلمنا بكامل مسارات. يبقى ده اللي هو ايه؟ الريليتير الاولاني. طيب الريليتير الثاني هيديني خط ميه تروح للافتر كولر يغذي الافتر كولر وعليه ثرموستات. طيب انا عندي هنا في اربعه ثرموستات،
في الوتر ريجليتور هنا 4 ثرموستات، كل واحده درجه الحراره بتاعتها المتاحه عندنا دلوقتي اللي احنا شغالين عليه بتكون الثرموستات درجه الحراره بتاعتها كام؟ 92. تمام. طيب يبقى هنا درجه حراره 92 ممكن يكون نوع عن 87. طب تمام، اجي بقى للافتر كولر. طبعا احنا عملنا له دايره، ليه بقى؟ ايه فايده الافتر كولر؟ انا ببرد الهواء اللي داخل المكنه بتاع الافتر كولر، ببرده ليه؟ عشان اخليه على درجه حراره اقل من 50. الميكانيكال كنت بخلي درجه حراره تبريد الهواء تتراوح من 50 ل 90. فبعد الابحاث لقوا ان كل ما قلت درجه حراره الهواء لاسفل لاقل، كل ما نزلت في اتجاه الزيرو كان افضل، يعني هي مش هتبقى زيرو لكن يعني مثلا بقت 30 35. يعني لو قلنا 40 احسن من 50، 35 احسن من 40، 30 احسن من 35. تمام. طيب بدا يجيب 2 ثرموستات ويحطهم على الراجع بتاع الريديتير ويعمل لي دايره ميه لوحدها خاصه بالريديتير بالافتر كولر بريديتير خاص بها. بعض المكن بيجيب ريديتير ويعملوا نصين، نص فوق ونص تحت، واحد فيهم لتبريد المكنه والتاني الافتر كولر. بعض المكن بيجيب 2 ريديتير راسي، واحد للمكنه وواحد تاني للافتر كولر. طيب انا ببردت هنا فانا بجيب 2 ثرموستات درجه الحراره بتاعتهم ولتكن 30. طيب كل ما درجه الحراره بتاعتي كانت اقل من 30 فالميه بتلف عن طريق ايه؟ عندي هنا ادي المين بامب، ده المين ووتر بامب، دي المين ووتر بامب اللي هي دي. طيب في بقى على الناحيه الثانيه الشمال في حاجه اسمها اوكزولري ووتر بامب. الاوكزولري ووتر بامب قبل منها ثرموستات ديت مكتوب عليها درجه الحراره بتاعتها 30 درجه. تمام؟ كل ما كانت درجه الحراره قليله كل ما كان افضل، فانا عندي درجه حراره 30. تمام؟ تقوم تزود الافشنسي بتاعت الحريق عن طريق ايه؟ ان انا بتعمل تبريد عالي فبتزود الدنست بتاع الهواء فبينزل على وش البيستون، فمع الانجكشن بيحصل حريق. يعني بتسهل عمليه التجانس بين جزيئات الهواء وجزيئات الفويل فبيتم الحريق بسرعه، فبيبقى يعني بتزود الفوليومتريك افشنسي اللي هي بتاعت كفاءه الحريق في داخل البيستون اللي عندي. مين اللي قام بالدور ده؟ اللي قام بالدور ده الافتر كولر. تمام؟ يبقى ده بيبرد الهواء عن طريق دايره ميه خاصه بيه لوحده. مين اللي بيقود دفع الميه؟ الاوكزيلوري ووتر بامب الناحيه الثانيه. المين ووتر بامب اللي قدامك دي في الفرنت، اما الاوكزيلوري ووتر بامب فناحيه الليفت سايد. هنيجي على النوع اللي هو الميكانيكال وهلاقي عليه البايلوت فالف، ده راكب في الثرموستات من تحت. تمام. وده فايدته ان بشتغل عليه داخله زيت، ضغط زيت ب 110 بي اس اي جاي من جي روتر بامب. بعد كده الحساس الاحمر اللي قدامك ده دهوت راكب مع الثرموستات فبيحس بدرجه حراره الثرموستات. لو حس ان درجه حراره الثرموستات عليت وما زالت قافله ما فتحتش بيعمل ايه؟ بيقوم جاي يسخن، يقوم يسخن السبندل الاصفر ده، يقوم السبندل يعمل ايه؟ يقوم يدفع لي البول دي يتغلب على قوه السبرنج واحد، يقوم يعدي الزيت من البورت 2 عشان ينزل من البورت 6 على الاويل بان من ناحيه الفرنت، تقوم يقوم الهيدروميكانيكال يفصل المكنه عن طريق لو اويل بريشر. يبقى الهدف من السنسور ده الحساس اللي عندي ده انه يزق البول ده عشان يفتح مسار الزيت، يزق البول دي عشان يفتح مسار الزيت اهو. اول ما ده يحس بالهاي تمبريتشر يتمدد يقوم يعمل ايه؟ يزق البول كده، يقوم الزيت ينزل ويعدي وينزل من البورت 2 للبورت 6، فالهيدروميكانيكال شطوف يفصل المكنه عن طريق ايه؟ لو اويل بريشر. ده الهيدروميكانيكال شطوف بتاع المكنه 399. تمام. ده الهيدروميكانيكال شطوف بتاع المكنه 399، وده برضو Thank you.
هنتكلم عليه في الهيدروميكانيكال شات اوف. ده الافتر كولر وداخل عليه هواء، وبعد كده بيخش على الافتر كولر هواء، والافتر كولر بيعمل عمليه تبريد للهواء، وده عن طريق الكولكتور اللي هو رقم 18 بيعمل خط الراجع بتاع الميه اللي هينزل على البلوك حوالين اللاينرز. طيب ادي المكنه اللي هي التسعه، اللي هي المكنه الايوي سواء كانت البي او السي، وعندي الجزء بتاع هنا الميه اللي هي هتدخل على الووتر بامب الاساسيه ديت، تمام، وده خط الباي باس، وده الميه هتيجي من هنا تمشي لي في الاويل كولر هنا وتطلع من فوق هنا، تمام، على الخط اللي هي تروح تنزل في البلوك او تقف، ما تنزلش ما تتحركش، المهم الميه هتجي لي هنا عشان تبرد الزيت، لان الزيت اتجاهه عكس الميه، يبقى الميه هتيجي تبرد الزيت، بعد كده تخش الميه من هنا للبلوك وتبدا تطلع بعد ما تبرد اللاينرز في الناحيه الرايت والسته لناحيه رايت والسته لناحيه ليفت، تطلع على وش السلندر، تبرد وش السلندر وتبدا الميه تعدي فين؟ تعدي للووتر مانيفولد اللي هو ده. بص ادي الووتر مانيفولد اهو اللي بتحرك عليه ده، ده الووتر مانيفولد، وفي الناحيه الثانيه من ناحيه الشمال في ووتر مانيفولد ثاني، الاثنين بيروح على الثرموستات ده اهي، ادي الثرموستات اللي انا واقف عليها دي بيروح عليها، وبعد كده جزء بيرجع ثاني للباي باس، تمام. وهنا لو حصل ان الباي باس عمل كمل الدايره بتاعتي مع الووتر بامب تبدا المكنه تسخن، تمام، لما توصل لدرجه حراره على الثرموستات تبدا تفتح وتعدي الميه الريديتير تبرد وترجع تاني. الفرق بين الطوب والبوتوم بتاع الريديتير لا يتخطى القيمه اللي احنا قلناها اللي هو من 8 ل 12 درجه مئويه، من 8 ل 12 درجه مئويه. دي الاوكسلوري ووتر بامب يا باشمهندسين، عندها ده الاوكسلوري ووتر بامب، وده الخط السبلاي اللي داخل للافتر كولر، وده الخط اللي راجع من افتر كولر، وعندي الثرموستات اهي اللي موجوده معايا ديت كام، بتبقى في حدود يعني الثرموستات دي 30 درجه، تمام. ده خط جاي لها من الريليتير 2 اللي هو الريليتير الخاص بالناحيه بتاعت الاكزولر ووتر بام، تمام، والراجع جاي لهنا، طول ما البارد الثرموستات بارده فاتح ومعدي على السكشن. طيب الثرموستات في النورمال اوبريشن هي المايه جايه كده وتلف وتخش هنا على السكشن بتاع الاكزولر ووتر بام. طيب درجه الحراره سخنت من الريليتير من الافتر كولر، يقوم هنا الثرموستات يقفل ويوم يعدي له الميه تيجي من الفتحه دي تروح داخله على الريليتير 2 تتبرد وتيجي تخش على الفتحه دي. لكن في الوضع الطبيعي ان في الطبيعي انها بتاخد الراجع بتاع الافتر كولر تعديه على الاوكسلري ووتر بامب. ادي الاثنين ثرموستات بتوعي، اثنين ثرموستات اللي هم عندي، ودي مظبوطين على 30 درجه. طيب نيجي بقى نبص على حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا للانجن الايوي. هلاقي الانجن الايوي عندي بيشتغل ب اس ام اللي هو الكترونيك كنترول مديول. طيب قلنا بالنسبه للايوي بيشتغل ب اس ام، فعندي حاجه اسمها فلاش فايل، وده بحط عليها البارامترز اللي عايز المكنه تشتغل عليها، وفي حاجه اللي هي الكمبيوتر او الهاردوير او المايكرو بروسيسور، تمام. هاجي ابص على علاقه بين التمبريتشر والباور، فبنقول عندي نقطه اسمها تريب بوينت، النقطه اللي هيبدا عندها الالارم، ودي بتبقى 102 درجه. طيب من 102 ل 106 باخد 30 ثانيه، لما اوصل ل 106 هعمل دريت للباور، يبقى هعمل دريت للباور ينزل الحمل شويه، تقوم المكنه تحاول تبرد، هتنزل ايه؟ هنزل بمعدل 10% بير سكند، كل ثانية انزل 10% من قيمة الباور لحد ما اوصل ل 50%، يبقى من الباور نزلتها او ما اعمل شوت داون، ده اسمه الدريت مود. ادي التريب بوينت 102،
ادي الورنينج اللي هي عند التريب بوينت، ادتني ورنينج 106، اداني ورنينج واداني دريل من 106 ل 107. انا بخفض الباور بنسبه 10% كل بير سكند. دي صوره هتبين لك الجاكت ووتر وهو بيبرد اللاينر، والبلوك اللي هو ملامس لجسم اللاينر وفي فاصل بينهم اللاينر سيل، وبعد كده البلوك اللي عندي والميه حواليه واللاينر سيل. هنيجي لما يحصل عندي مشكله في الميه جت على الزيت، هنقول اول حاجه هبص عليها، مش هبص على المجموعه دي. ليه؟ لان في حاجات تانية اسهل. لو عايز تعرف الميه هتيجي على الزيت ازاي، شوف لي نقط التلامس بين الميه والزيت، شوف لي نقط التلامس بين الميه والزيت. هلاقي من نقط التلامس بين الميه والزيت مثلا عند الووتر بامب فيها ووب هول والميكانيكال سيل. ووب هول بيبين اذا كان ميكانيكال سيل دامج ولا لا. فهشوف الووب هول، لو اشيل السفنجه لو نزل ميه يبقى الميكانيكال سيل بايظ، يبقى المشكله كلها في الووتر بامب، اغير ووتر بامب وانتهى الموضوع. طيب لقيت الووب هول دراي ومفيش ميه جايه من الووتر بامب، يبقى ندور على مشكله ثانيه. افتح السيت دار كوفر وابدا ابص بقى هنا حضرتك. لو لقيت الميه جايه من بره من هنا لها اسباب، ولو لقيت الميه جايه من هنا يبقى لها اسباب. لو جايه هي الحمراء دي يبقى جاي من قلب اللاين، يبقى الميه جايه من قلب ايه؟ اللاين. طيب لو كانت الميه جايه من بره اللاينر اللي هي الزرقاء دي، يبقى الميه جايه من بره اللاينر، احتمال الاورنجات تكون مقطوعه. ده صورة على الشمال بتبين لك بس وضع اللاينر بالبيستون مع السلندر هيد مع وجود انجكتور والخط الان والاوت بتوع الديزل معايا.